امال الشله الكبيره ظهرت امتى؟ ظهرت اثناء في 4 شارع اسكندريه اللي ورا المعهد بقى. انا خدت شقه ورا المعهد. شقه ولا اوضه على؟ لا خدت اوضه الاول. الاوضه وكان فيها حديد. اوضه من الاول عند ام صباح. ايوه لسه كنت اقول لك ام صباح اللي سكن فيها نجوم. كل نجوم مصر كلها في نفس الاوضه دي على فكره. يعني الاوضه دي كانت بتتنقل، اللي ما يدفعش ايجار بيمشي يدخل غيره. الله يرحمها ام صباح. فانا خدت شقه لسبب، لان اشتغلت مساعد للدكتور هاني مطاوع. اخراج. فبقيت تاخد مرتب؟ فبقيت باخد حوالي تقريبا 15 جنيه في الشهر. فاخدت شقه. فاخدت شقه بخمس 5 جنيه. ف وانا في المعهد قاعد، وبقيت من اول يوم دخلت بقيت معروف في المعهد، لان انا بعمل سكتشات وبعمل دمك خفيف وبعدين عملت عرض مسرحي كسر الدنيا، فخدت ممثل اول المعهد، فبدا يجي لي جمهور من خارج المعهد يحضروا عروضي، فكل اسبوع انا بعمل عرض. ما شاء الله. مشيت بقى في شهور. خدت مين قعدت معاك في الشقه وانت جينا قعدت لوحدك؟ علاء ولي الدين اول واحد. انا عرفته ازاي؟ لا انا عايزه بقى اجي الحته الفظيعه. انا يعني من عشاق الله يرحمه الفنان الراحل علاء ولي الدين. وعرفت ان هو جاب طلب منك مسك غالي. احكي لي بقى اللقطه دي. بصي انا كنت في المدينه المنوره، وعلاء طبعا من محبين للمدينه المنوره وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وآل البيت. فعلاء كلمته قلت له انا في المدينه، قال لي هات لي مسك ابيض غالي قوي، وهات لي كميه عشان انا محتاجهم. قلت له ما معيش. هات وانا حاسبك. مفيش. عجيبه بقى ان في ليا صديق من الاغوات. عارفه ايه الاغوات؟ الاغوات دول هم خادمين الحجره النبويه الشريفه. وهم كانوا حوالي 10 وتوفي باقي واحد بس، وهم لا ينجبوا ولا يتزوجوا. مسخرين حياتهم. اللي في السعوديه وبتاع يعلموهم، هم ناس سمر طوال بيلبسوا لبس مميز، تلاقيهم في الحرمين موجودين. فلي صديق منهم رحمة الله عليه الشيخ أحمد، فقلت له عايز مسك أبيض. قال لي ليه؟ قلت له واحد صح. قال لي إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت له لا أنا. قال لي اللي بيطلب مسك أبيض ده بيطلبه يا ابني عشان بتاع. قلت له لا ده بيطلبوه عادي، أنت بتبشر عليه ليه يا عم؟ قال لي بالليل بعد صلاة العشاء. أجل بعد صلاة العشاء اداني 4 ازايز، التوله منهم سموها التوله الزوايد غاليه جدا. فاداني 4 ازايز مش تولات. فده كتير قوي. كتير. فطبعا خدت واحده منهم ليا على طول. وقلت له دي بتاعتي. تمام. رحت جايب علبتهم. طلع انه دول فضلوا الى ان توفي ونصرنا بيهم. هو بعدها بديت قبره. بعدها توفي مثلا شهر ونص او حاجه، يعني سافر البرازيل ساعه. ايوه كان بيعمل الفيلم ورجع ليله العيد. ليله العيد توفي على طول. كان ايه اكتر حاجه؟ انا عايز اعرف اتعرفوا ازاي. اتعرفوا ازاي؟ انا كنت قاعد على كرسي كده حضرتك في الدور الثاني في المعهد بعد العالي الفنون المسرحيه، قاعد على الدور الثاني. فجاه السلم هنا بيطلع ناس، فانت اول حاجه بتشوفها بتشوف دماغ بتطلع كده. وبعدين تشوف الشخص نفسه. صح. فانا شفت دماغ ضخمه بتطلع وجنبها اشرف زكي. دكتور اشرف زكي؟ وجايبه في ايده وقال له ده بقى علاء مرسي. تاني جات له صدمه، وواضح انه قال له ان في طالب عندنا وكذا وكذا وشاطر وبتاع. فعلاء تخيل شكل. فشوف فريد شوقي بقى. دخل لقى واحد قاعد على كرسي متدحرج وصغير. فاستغربني قال ايه ده؟ فقال لي ده علاء ابن استاذ سمير ولي الدين بتاع وممثل. قلت له ده ايه كتير انت ليه كده؟ يعني اول علاقه اتصدمنا ببعض، انت قصير انت تخين وانت كتير. واشرف سابنا مشي. اشرف كان ساعتها على ما اعتقد كان نقيب برضه. ده بص هو الدكتور اشرف كان هو في النقيب بس كان معيد ساعتها. دكتور اشرف اتولد نقيب في المهندس طبعا. لا اشرف بص